بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بعد التسجيل السابق اللي تعرفنا فيه على كيفية جرد النباتات باستعمال تقنية التربيع، فالتسجيل غنتعرفوا على كيفية استثمار النتائج. Donc pour exploiter les résultats ou les données obtenues à partir de l'inventaire réalisé par la technique du quadrillage, on va commencer premièrement par le calcul de l'abondance. Donc on entend par l'abondance le nombre d'individus de la même espèce par unité de surface. Donc l'wafra, كنقصدو بها مجموع افراد نفس النوع في وحده مساحه. اذا لحساب الوفره غناخذو كمثال النتائج المحصل عليها في التسجيل السابق، واللي حددنا من خلالها المساحه الدنيا للجرد الاول واللي كانت هي 16 متر مربع، وخلالها حددنا عدد افراد الانواع A B C D و E و F، واللي حصلنا خلالها على هاد النتائج. بطبيعة الحال النوع الجي ما كانش كيتواجد في الجرد الأول. العملية نقوم بها من بعد هو جرد النباتات في مساحات أخرى، نعتبر مثلا ثلاث جرود أخرى، دونك باش يكون المجموع عندنا أربعة ديال الجرود، وحددنا بالنسبة لكل جرد بنفس التقنية اللي هي تقنية التربيع، حددنا المساحة الدنيا للجرد. إذا في الجرد الثاني 24 متر مربع، في الجرد الثالث 20 متر مربع، في الجرد الرابع 8 متر مربع، مع تحديد عدد أفراد الأنواع المحصل عليها. وبالتالي غنحصل على النتائج التالية. Donc on a quatre relevés. Donc dans chaque relevé, on a déterminé la surface minimale. Elle est de 16 mètres carrés pour le premier relevé qu'on a déterminé dans l'enregistrement précédent. Pour le deuxième relevé, 24 mètres carrés. Dans le troisième, 20 mètres carrés. Et dans le quatrième, 8 mètres carrés. Bien sûr, on a dénombré dans chaque relevé, on a dénombré les espèces de A à G. Donc on va calculer l'abondance de chaque espèce par rapport à la surface des relevés. Et donc on va calculer l'offre de نسبة لكل نوع من الأنواع النباتية بالنسبة للمساحات الجرود. يعني مثلا بالنسبة للوفرة الخاصة بالنوع الأول. إذن عدد أفراد نفس النوع، عدد أفراد النوع هي مجموع الأفراد المحصل عليها في جميع الجرود، يعني 49 زائد 20 زائد 30 زائد 10 على المساحة. المساحة اللي قمنا فيها بتحديد هاد الأفراد هي مجموع مساحات الجرود، يعني وجدنا هاد الأعداد ديال 49 20 30 10 في جميع هذه الجرود، وبالتالي غنقسمو على مجموع المساحات، يعني 16 زائد 24 زائد 20 زائد 8. يعني كاين اللي كيقوم بحساب الوفرة كيقوم بالخطأ، أنه كيحسب مثلا بالنسبة للجرد واحد كيدير 49 على 16 متر مربع، وهذا فقط هذيك راه وفرة في الجرد واحد فقط، ولكن حنا كنحسبو الوفرة بالنسبة لجميع الجرود. إذن عدد أفراد نفس النوع في وحدة مساحة. مثلا بالنسبة للمثال الأول دي ا، غادي نلقاو عدد الافراد هو 109 مقسومه على 68 متر مربع، دونك النتيجه كنحصلوا عليها هي 1.6 فرد في كل متر مربع. بطبيعه الحال ما يمكنناش نتكلموا على فرد فاصله 6 فرد ونصف في كل متر مربع، اذا عدد الافراد خاص يكون عدد صحيح طبيعي. اذا ف 1.6 ستقارب جوج ديال الافراد في كل متر مربع. اذا كان الفاصله اكبر من 5 غنديروا القيمه بافراد، غادي نكملوا العدد الى فردين في كل متر مربع. On prend un autre exemple, donc l'abondance de l'espèce C. Donc le nombre total des individus de l'espèce C est de 23 plus 16 plus 55 plus 0 divisé par la surface totale de tous les relevés. Donc toujours la même surface, 68 mètres carrés. Le résultat obtenu est de 1,38 individu par mètre carré qui correspond à un seul individu par mètre carré. Donc, le prix est 1,38 فرد في كل متر مربع. طبيعة الحال نفس العملية غنحولوا هذه القيمة إلى عدد صحيح طبيعي، ومادام أن العدد اللي من بعد الفاصلة أصغر من 5 غناخدوا قيمة بتفريط، غادي نحتفظوا فقط بفرد واحد في كل متر مربع، وهذه الدلالة ديال الوفرة. دونك الوفرة كتحدد لنا عدد أفراد نفس النوع في كل متر مربع، بمعنى في هذه المنطقة المدروسة مثلا، هذا كمثال فقط، أنك يمكننا في كل واحد متر مربع غنوجدوا فردين من النوع A، وفي كل متر مربع غنوجدوا فرد واحد فقط من النوع
سي. ملاحظة أخرى مهمة هو أنا غتلاحظوا مثلا بالنسبة للنوع سي، الجرد رقم 4 وجدنا فيه صفر فرد، ما كيتواجد حتى شي فرد من النوع سي في الجرد رقم 4، ولكن رغم ذلك غادي نستعملوا المساحة ديال الجرد الرابع اللي هي 8 متر مربع حساب الوفرة. هذا ما كيعنيش بأننا وجدنا فيها صفر فرد ما غنستعملوهاش في حساب الوفرة، ما دام أننا مشينا في ذاك الجرد وبحثنا على النوع سي ما وجدناش، اذا بالضروره غادي نستعملوا المساحه ديال الجرد الرابع في حساب الوفره. نفس الشيء مثلا بغينا نعتمدوا على ناخذ مثال ديال النوع دي، الوفره ديال النوع دي غتكون 11 زائد 0 زائد 0 زائد 40، ودائما غتكون مقسومه على 68 متر مربع، يعني باخذ بعين الاعتبار الجرد مساحه الجرد الثاني والجرد الثالث رغم غياب الافراد من النوع دي في هذين الجردين. Le deuxième paramètre à déterminer est la dominance ou le recouvrement. La dominance correspond à la surface recouverte par les individus de la même espèce. بطبيعة هذه الحالة هذه المساحة فقط كنقدروها، donc on l'estime par la projection verticale de l'appareil végétal sur la surface de la Terre. إذا كنقوم بتقدير هذه المساحة بالإسقاط العمودي للجهاز الإنباتي للنباتات أو لأفراد نفس النوع على سطح الأرض. لتبسيط هذا المفهوم نأخذ هذا المثال، هذه المساحة المدروسة، نأخذ واحد النوع نباتي مثلا الأشجار. لتحديد السيادة غنقوم بالإسقاط العمودي للجهاز الإنباتي لجميع أفراد هذا النوع على سطح الأرض. إذا مثلا إسقاط ديال الفرد الأول غيحددنا المساحة الأولى المغطاة، المساحة الثانية وهكذا. إذا التغطية بالنسبة لهذا النوع النباتي هو المساحة المغطاة من طرف جميع أفراد هذا النوع بعد إسقاط حدود الجهاز الإنباتي على السطح. Donc la projection verticale de l'appareil végétal permet de délimiter la surface recouverte par l'ensemble des individus de la même espèce. Maintenant, puisqu'il est difficile de déterminer la valeur exacte de l'abondance et la dominance, Brown Blanquette proposa une échelle qui associe à la fois l'abondance et la dominance, qu'on appelle le coefficient d'abondance-dominance. إذن أمام صعوبة تحديد قيمة كل من الوفرة والسيادة بدقة، براون بلانكيت اقترح معامل يسمى بمعامل الوفرة والسيادة لكي يجمع كل من الوفرة والسيادة في نفس الوقت. Donc le coefficient 0 au plus correspond à une abondance et dominance très faible. Donc le nombre d'individus est très faible. Donc القيمة ديال هذا المعامل كتساوي الصفر أو كنرمزو ليها بالزائد إذا كان عدد الأفراد في الوسط قليل جدا وأيضا المساحة المغطاة قليلة. Le coefficient égal à 1 si l'abondance est faible ou moyenne et la dominance est faible. إذا غتكون المعامل كيساوي 1 إذا كانت الوفرة قليلة، عدد الأفراد قليل، والتغطية كيمكن توصل إلى 5%. Alors que pour un coefficient de 2, c'est l'abondance élevée et la dominance est comprise entre 5% et 25%. إذا بالنسبة للمعامل كيساوي 2، عدد أفراد نفس النوع في الوسط مرتفع والمساحة المغطاة محصورة ما بين 5% و 25%. الآن بالنسبة للمعاملات 3 4 و 5 ما كيهمش عدد الأفراد، هو لي كويفيسيون 3 4 اي 5 كيل كو سوا لابوندونس. اللي غيهمنا في هذه الحالة هو التغطية، المساحة المغطاة. بالنسبة للمعامل 3 المساحة المغطاة هي 25% إلى 50%، بالنسبة للمعامل 4 ما بين 50 إلى 70%، وبالنسبة للمعامل 5 المساحة المغطاة من طرف أفراد نفس النوع كتعدى 75%. Donc pour les coefficients 3, 4 et 5, on s'intéresse plutôt à la surface recouverte ou à la dominance. Donc il est comprise entre 25 et 50% pour un coefficient égal à 3, est comprise entre 50 et 75% pour un coefficient égal à 4, mais cette dominance est supérieure à 75% pour un coefficient égal à 5. إذا هذا كل ما يتعلق بالنسبة للوفرة والسيادة ومعامل الوفرة والسيادة، الحصة المقبلة نطرقوا للتردد، معامل التردد، مدراج ومنحنى التردد، دونك لا فريكونس، لانديس دو فريكونس، ليستوغرام، إي لا كورب دو فريكونس. شكرا على انتباهكم وإلى التسجيل المقبل بحول الله.